المركز الأول وإلى الصدارة والمقدمة. هناك من تصدر الجموع، شاهين على المقدمة والمركز الأول بقيادة عبد الله بن علي بن عبيدة بن رشيد الاشتبي على الصدارة والمركز الأول، بينما ثاني المراكز والتحرك هنا على ثاني المراكز والوصول من المختبر سعود بن راشد بن سيف الشامسي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والتسلل هناك من الجانب الآخر مفدع محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي من وصل على ثالث المراكز. والمركز الرابع هنا التحرك والتسلل على رابع المراكز من نجران، وصل نجران في هذه اللحظات وتحرك مهدي بن علي بن محمد المحامض هنا على المركز الثالث والمركز الرابع. أما خامس المراكز والتسلل الجميل والوصول على ثالث المراكز دحام علي بن حميدة بن سيفة بن بدر العليلي من وصل على المركز الثالث ورابع المراكز. الله يا رابع المراكز، هناك من ربدان مطر بن قانم بن مصفر بن مسفر المنصوري من وصل في هذه اللحظات على رابع المراكز. والمركز الخامس هناك مفتي محمد بن عبد الله بن عوض البلوشي من وصل في هذه اللحظات وتسلل على خامس المراكز. والمركز الرابع في هذه اللحظات، المركز السادس هنا الوصول، هنا التحرك والامتياز، هنا من وصل وتحرك أيضا في هذه اللحظات الجميلة وفي هذه اللحظات المتميزة. هناك ربدان مطر بن قانم بن مسفر المنصوري، ولك نعود إلى الصدارة ونعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. الله يا شاهين شاهين يا شاهين على المقدمة على المركز الأول. هنا عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على المركز الأول وعلى الصدارة هناك على المركز الأول، بينما المركز الثاني بينما الوصول والتحرك أيضا هناك من نجران مهدي بن عبد مهدي بن علي بن محمد المحامض هنا على المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول من دهام وصل في هذه اللحظات علي بن حميدة بن سيف العليلي وصل في هذه اللحظات إلى المركز الثالث ورابع المراكز الشبابي. تحرك الشباب وسعيد بن حليل بن حسيبان العويسي وصل في هذه اللحظات على المرتبة الرابعة. المركز الخامس هناك حرب محمد بن عبيد بن يزرب العامري، ولكن المقدمة ولكن الصدارة. المركز الأول دهام على الصدارة، دهام على المقدمة، ولكن الشبابي تحرك الشبابي في هذه اللحظات وتحرك سعيد بن حليس العويسي على ثاني المراكز. المركز الثالث شاهين عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، ولكن العودة إلى المركز الأول. دهام يا دهام، دهام على الصدارة، دهام على المقدمة، على المركز الأول علي بن حميد العليلي، ولكن الشبابي 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 على المقدمة على المركز الأول. سعيد بن حليس بن حسيبان العويسي هناك على المركز الأول، ولكن وصل متعب، تحرك متعب في هذه اللحظات وتحرك حارب بن بقير بن سالم العميمي محققا ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل هنا على ثاني المراكز وتحرك فيه على ثاني المراكز، وصل في الأمتار الأخيرة مجاوز مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، وصل على المركز الثالث الشبابي سعيد بن حليس العويسي، ووصل على رابع المراكز. هناك دهامة علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، والمركز الخامس دخول جماعي هناك على المركز الخامس. إذن شهدنا التحدي وشهدنا الانطلاق والمركز الأول. هناك متعب حارب بن مغير بن سالم العميمي من حقق ناموس هذا الشوط في هذا الصباحية المميزة وفي هذا الميدان عاصمة الميادين.
ها هي الإعادة وهذا هو التدخل الجميل من أربعة أسماء في موقع واحد، ومتعب أن انتصر على هذه الأسماء محققا توقيته وقدره 4 دقائق و23 ثانية وثمانة أجزاء من الثانية. تهانينا، والناموس وصل على ثاني المراكز. هناك من وصل على ثاني المراكز، هناك مجاوز من وصل على ثاني المراكز، سلم بن حمد بن متعب العامري 4 دقائق و24 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. إذن المركز الثالث وصل الشبابي وسعيد بن حليس العويسي 4 دقائق و24 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.